على المزني، بل إنك إذا تأملت وجدت أنهم كانوا في مصر وفي غيرها إذا أراد أن يطلب العلم، أحدهم إذا أراد أن يطلب العلم سلك في ذلك كل سبيل في سبيل أن يتعلمه. ذكروا أن أحد طلاب مصر رحل قديما إلى الإمام الأعمش، وكان الإمام الأعمش بعدما كبر كف بصره، وخرج هذا الطالب ترك مصر وأرضها الطيبة وجناتها وأنهارها، ترك أهله وماله وولده وخرج لطلب العلم كما هي همة المصريين منذ القديم. فلما وصل إلى الإمام الأعمش وهو قد قرر في نفسه أن يمكث عند الأعمش شهرا أو شهرين، يسمع منه 100 حديث أو 200 حديث ثم يعود إلى أهله يعلم بها أهل بلده. فلما وصل وصلى مع الأعمش وأراد أن يقوم ليسأل الأعمش، أمسكه طالب بجانبه قال: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أسمع من الشيخ أحاديث. وكان الأعمش قد كف بصره، فقال له: من أين أنت؟ قال: جئت من مصر. قال: متى وصلت؟ قال: وصلت الساعة. قال: فالبث عندنا شهرا ثم اسمع العلم. قال: لماذا؟ قال: إنا قد أغضبنا الأعمش البارحة، أغضبناه وأكثرنا عليه المسائل، فغضب وأقسم ألا يحدثنا شهرا كاملا. قال: طيب أنا ما ذنبي؟ إذا أنتم عملتم المشكلة أنا ما ذنبي معكم، أنا أمنع من سماع الحديث. قال: هو كذلك، أقسم ألا يحدثنا شهرا كاملا. فقام هذا الطالب المصري الذكي، قام إلى الأعمش قال: يا شيخ، أنا جئتك من بلاد بعيدة، تركت أهلي وتركت وطني لأطلب العلم عندك ولأتعلم الحديث وأحفظ، فأسمعني 100 حديث قال: لا، قد أقسمت ألا أحدث شهرا. قال: أنا ليس لي ذنب ولم أكن موجودا البارحة ولا يلحقني هذه العقوبة. قال الأعمش: قد أقسمت ولا أحنث بقسمي. ثم تلمس الأعمش عصاه ليقوم. قال: يا شيخ، إلى أين تريد؟ قال: أريد إلى بيتي. قال: تعال أوصلك إلى بيتك. فخرج به من المسجد، وبدل أن يذهب به يسارا إلى بيته، إلى بيت الأعمش، ذهب به يمينا إلى جهة الصحراء. فلما ذهب به هذا المصري يمينا أمسكه الأعمش قال: يا مصري، إلى أين تأخذني؟ قال: إلى بيتك يا شيخ. قال: بيتي من الجهة اليسرى. قال: لا، هنا طريق أقرب، تعال. فمضى معه الأعمش حتى وصل به إلى البر والصحراء وأوقفه فيها، ثم قال: اسمع يا شيخ، يمكن قال: اسمع يا شيخ بقى عشان تضبط يعني. قال: اسمع يا شيخ بقى. قال الأعمش له: ماذا تريد؟ قال: انت لازم دلوقتي تحدثني 100 حديث. قال: يا بني، أنا قد أقسمت ألا أحدث الناس شهرا. قال: والله تسمعني دلوقتي 100 حديث. قال: مش هسمعك. الأعمش انقلب مصري. قال: لن أسمعك. قال: والله لتسمعني دلوقتي 100 حديث أو والله لأتركك في المكان ده وما تروحش لبيتك، والله حتموت في المكان ده دلوقتي، من حيدلك على بيتك؟ فعجب الأعمش قال: يا مصري، أتحتال علي حرام؟ قال: الحرام عليك ليس علي، أن تعاقبني بخطأ غيري. الآن هم الذين أخطأوا وأنا جئتك من بلاد بعيدة وتمنعني من العلم لأجل خطأ غيري، ارحم غربتي وأنا جئتك من بلد بعيد. قال الأعمش: لن أحدثك. قال: إذن ابقى في هذا المكان، تبقى في هذا المكان، تموت بلدغة عقرب أو حية، لن أحركك. وقال الأعمش: لا حول ولا قوة إلا بالله، اكتب، حدثنا فلان عن فلان عن فلان. وأخذ هذا المصري يكتب: وحدثنا فلان عن فلان، والمصري يكتب. ثم لاحظ هذا المصري الآن أخذ درجة أحسن مما لو حدثه في المسجد، فإنه لو كتب في المسجد سيقول: حدثنا سليمان الأعمش
أما وهو لوحدهما فسيقول حدثني لوحدي مشافهة، وهذا أعلى وأجود. فجعل يقول حدثني، حدثني الأعمش، قال حدثنا فلان، حدثني الأعمش. وإذا تكلم الأعمش بسرعة يقول له شوية شوية، احنا مش مستعجلين، شوية شوية، احنا مش مستعجلين يعني. والأعمش جالس. حتى حدثه بخمسين حديثا، ثم قال له احمل ألواحك وأعدني إلى بيتي. قال أقول لك مئة حديث، بقي خمسون حديثا، أقول لك مئة حديث. قال يكفي هذا وغدا نكمل. قال لا والله، والله أنا ما أضمنك، والله تحدثني الآن تكمل لي المئة حديث. فزاده الأعمش وحدثنا فلان وحدثنا فلان، ويسوق له السند والمتن حتى أكمل مئة حديث. فقام هذا الطالب المصري الحريص وقبل رأس الأعمش وأمسكه من يده يقوده إلى بيته. فلما دخلوا إلى القرية نظر المصري إلى رجل صاحب دكان فدفع إليه الألواح التي معه، قال خذ هذه الألواح أبقها عندك أمانة، وأكمل المسير مع الأعمش. فلما وصلوا إلى بيت الأعمش التفت الأعمش وعلم أنه في بيته، لما حرك بعصاه وعلم أنه في محلته ضمن أنه وصل إلى البيت، فتعلق بهذا الطالب المصري وقال أيها الناس خذوا من هذا اللص الألواح، خذوا الألواح. مقهور الأعمش من هالمصري، ودائما المصريون يغلبون. قال خذوا الألواح من هذا المصري، خذوا الألواح. فقال الناس يا شيخ ليس معه ألواح. فأخذ الأعمش يتلمس يده، يتلمس يد الطالب غير مصدق، فقال يا شيخ ما معيش ألواح. قال أمال الألواح راحت فين؟ إذن أين ذهبت الألواح؟ قال أعطيتها واحد صاحبي. فقال له الأعمش أما إذ غلبتني فإذا رجعت إلى ألواحك فامسح كل ما فيها فإن كل الأحاديث التي حدثتك بها ضعيفة. فقال له هذا الطالب التقي، قال والله إنك أتقى وأنقى وأعلم من أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أنك تكذب على النبي، اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدي ومولاي. قال فسكت الأعمش قليلا وقال صدقت، والله إنها كلها أحاديث صحيحة، لكني أردتك أن ترجع وتمسحها ثم أقول لك إنها صحيحة فيصيبك من الغيظ في قلبك مثل ما أصابني الآن، لكن خذها وارجع إلى أهلك. فكان المصريون منذ القديم كان علماؤهم وطلابهم كانوا في غاية الحرص على تعلم العلم وعلى إتقانه وعلى أن يعملوا به، وكانوا ينشرونه في كل الدنيا، حتى إنك لا تكاد أن تجد اليوم عالما في الدنيا أو قارئا للقرآن إلا ولهذا الطلب ولهذا البلد الطيب عليه أثر.